إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. متتبعي قناة الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم الأخت زهرة قاسمي، رئيسة جمعية الأمل التنمية الاجتماعية والثقافية، واللي غتكلم لنا على هذا النشاط اللي دايرونه الجمعية. تفضل أختي زهرة. السلام عليكم متتبعي قناة الحرة والمتتبعين الكرام. بالنسبة لهذا النشاط، تخليدا اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيصادف 18 فبراير من كل سنة، نظمت جمعية الأمل التنمية الاجتماعية والثقافية عين بن طهر، جمعية الاتحاد النسائي، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة الشرق، وجماعة عين بن طهر، أيام تأسيسية عدة مدارس، منها مدرسة موسى بن نصير، مدرسة عبد الواحد المراكشي، ومدرسة الزيان. واليوم الحفل الختامي غادي نديرو إن شاء الله منصة تاع المسابقات للأطفال، فيها حلبة تاع الدراجات الهوائية، وفيها عدة أسئلة وأجوبة متبوعة بواحد الجوائز إن شاء الله تحفيزية للأطفال الصغار. شكرا أختي زهرة. واش عندك يعني شي حاجة تكلمي لنا على الأنشطة اللي درتو في جمعيتكم، جمعية الأمل الاجتماعية؟ يعني جمعية عريقة وكنعرفوها من قديم الزمان ماشي غير من اليوم. جمعية الأمل الحمد لله راه عندها باع في الميدان الاجتماعي. هي تأسست في 2006، ومن ذاك الوقت لحد الآن الحمد لله عندها عدة أنشطة. عدة أنشطة، واللي بغى يشوف يمشي للصفحة ديال الجمعية يلقى فيها كاع بعض الإنجازات، لأن ماشي كلها. وكاينه المدونه عاوتاني تاع الجمعيه، راه كاينه فيها عده انشطه مسجله فيها. شكرا لك. وراه مدير دار الثقافه، وراه فعال، عنصر فعال في الميدان الاجتماعي في عين بن طهر. غادي يتكلم لكم شويه على النشاط. تفضل سي خالق. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تحيه للقناه ديالكم للقراء، شكرا على اتاحه الفرصه. اليوم الوطني للسلامه الطرقيه كنعرفوها بلي هي إرادة ملكية على هذه الورشة هذا. وكذلك هناك دورية وزيرية ديال غشت 2005 اللي أصبح هذا اليوم كنخدموه على المستوى الوطني، وفيه مجموعة ديال الناس أو مجموعة تاع الشركاء اللي نسميهم والمتدخلين، بينها اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، كذلك تفرع الرجال، وكذلك هناك مؤسسات المجتمع المدني، الأمن الوطني، السلطات المحلية، المجالس المنتخبة، الفاعلين الاقتصاديون، لأن هذا الورش هو أصبح هم الجميع من أجل الحد من خطورة الطريق أو من حرب الطريق التي تكلف حوالي 4000 قتيل سنويا وما يتعدى 12000 إصابة سنويا. وبالتالي فكنحيوا هذه الذكرى هذه من أجل ترسال واحد الرسالة الناشئة اللي دورهم هما عاود يحملوا الرسالة إلى الأهالي ديالهم والأقارب ديالهم والأصدقاء ديالهم، حتى يتمكنوا من الإلماء في قانون السير و ساهموا معنا هذا التحدي ديال التقليص من آفة وخطورة الطريق. ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا لقناتكم. شكرا لك خويا الطارق. شكرا. شاف قاعد يقول خسر ولا قاعد ماشي يعني. وبالنسبة للأخ منير بن دحو يسقط وصل وصل السير. غادي نشوفوا في التالي، لأن غادي في التالي يخدم التالي. شوفوا شنو اللي دار مزيان. زيد هاك قريب زيد. غادي نشوفوا في التالي، هو أقل خطأ، هو دار خطأ واحد. زيد كمل. أقل خطأ غادي نشوفوا. منير بن دحو دير له برافو. اللي هي عباره عن كاسك ياك. تفضل اخ سميتك وقلنا يعني كيفاش فوت هذا. السلام عليكم، السميه منير بن دحو، فزت بهذه الجائزه اللي هي كاسك خوده واقيه. بصحتك. حساب لا موطو له هذيك الصحه، على حساب لا موطو طريق. كنت تكلمنا على المسابقه كيفاش كانت، واش هي المسابقه؟ انا شت ما عرفتش واش كانوا يديروا لكم تما. المسابقه كانت شويه اللي صعيبه، اللي دزنا فيها واحد المطارات اللي
كيأثروا بحال اللي راك مضروبين متناول الحبوب ولا التمور، يعني كانت فيها الدوخه وكانت فيها بزاف ديال الحوايج، يعني تحس راسك يعني تالف باغي طيح داك الشيء، ولكن داك الشيء ما جبناه خاطر مشيت في الطريق نيشان. واه يلا هو بصحتك الجائزه وشكرا والله يعاونكم. يلا شكرا. عطاها الجائزة ديالها. هاي الجائزة. حقها على أين؟ على السكن الجنوبي. حسن جدا. خلنا نجلس معانا شرطية هذه راه. مع الشرطة هذه. راه يلا سيدي. يلا عطينا شكرا كنت واحدة أخرى. أري ولد هذا بنت أري ولد. يلا. سميتك؟ يلا زكي زكي سميتك؟ إيمان. إيمان واش؟ واش لك نية؟ إيمان؟ ربحتي الجائزة؟ ما واش باغا تولي من تكوني تكبري؟ من تكبري واش غتولي؟ تولي بوليسية. تبارك الله، هي معنا واحد البنية بغات من تكبر تولي بوليسية وربحتي الجائزة. راكي فرحانة؟ كتعرفي قوانين السير؟ تعرفيهم؟ شكرا يلا. على الطريق نحاول. سميتي اسماعيل مروان، مدرسة عبد الواحد مراكشي، المستوى الدراسي السادس. حسن جدا، غادي نسولك واحد السؤال، إذا جاوبنا بشكل صحيح، تنتظر تكون من الفائزين. أثناء الذهاب إلى المدرسة، أثناء قطع الطريق مع الأصدقاء ديالي، هل يمكنني التحدث واللعب معهم؟ واش نلعب مع الأصدقاء ديالي في أثناء العبور ديال الطريق مع الراجلين؟ لا. علاش؟ علاش؟ لأن ذلك يشوش على ذهني. يشوش على ذهنك، كذلك يشكل خطرا عليك وعلى زملائك أثناء عبور الطريق. حسن جدا. حسن جدا. كذلك واش وجدت السؤال؟ سمعوا السؤال. تريدين أن تعبري الطريق، لكن ممر رجعي غير متوفر، شنو خصك دير؟ واش تقطع الطريق ولا تجلسي وقتها؟ واحد ممر رجلي ما كاينش، يعني فواحد البلاصة ما فيهاش ممر رجلي، واش خصني ندير؟ ما كاينش ممر رجلي، واش غادي نقطع الطريق ولا نبقى واقفة نتسنى حتى يكون ممر رجلي؟ أنظر إلى اليمين وإلى اليسار، إذا كان الشارع البدرون الخوي نقطع الطريق. برافو. حسن جدا. شكرا بنتي بحماني. يلا شحال بحماني، يلا تحقيقات عليها. التنميه الاجتماعيه والثقافيه عين بني مطهر، الجمعيه الجهويه الاتحاد النسائي عين بني مطهر، الامن الوطني، السلطات المحليه، المجلس الجماعي لعين بني مطهر، وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني. نتوجه بخالص الشكر والامتنان والعرفان لكافة العناصر والفعاليات التي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة الوطنية على مستوى عين بني مطهر. فمن أجل الحياة كان شعار هذه السنة، فنتمنى جادين بأن تكون هذه المبادرة قد أعطت أكلها والغاية المتوخاة منها. مجددا نشكر السلطات، الامن الوطني، المجلس الجماعي، مؤسسات المجتمع المدني ممثله في جمعيه الامل والاتحاد النسائي. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.